بيكي، ايه المشكلة؟ الراجل اللي احنا كنا بندور عليه، إيريك لينش، اللي قتل كامبل ريد في المزرعة. لينش مان الحقير، تعرف هو فين؟ ايوه، هو على الشاطئ الشمالي عند المركب القديم. سكيزو عايز يروح وراه، لكن ايرون مايك قال انت اللي تروح. انا هجيبه. شكرا ديك، بسرعة. لازم احرق كل منطقة التفشي دي. سانت جون، ردوا. ديك، انت هناك؟ اهلا تاك، عندك شغل ليا؟ هعدي عليك لما الاقي فرصه. ديك نحول. ديك، انا كوب، انت هناك؟ كوبلند، ايوه انا هنا. انا خلينا اخمن، جايب لي شغل تاني؟ طيب هعدي عليك. ديك نحول. ديك، بقولك لما تبقى فاضي عدي على المعسكر، عايز اتكلم معاك. يا ريكي، ازيك؟ ماشي، هعدي عليك. ديك نحول. انا قريب. ماشي، شمم ريحتهم. عايز اكتر. براين، انا عند مركز الاتصال برا، عند معسكر روج. يا رحال، سين جون، اقصد عالم. ليه انا هنا؟ شايف مروحيه جايه الموقع دلوقتي، استعد. براين حول. عشان كده انا هنا. سين جون، المفروض يكون وصل عندك دلوقتي، شايفهم؟ ايوه صعب ما تشوفهمش. عايز نعمل ايه؟ خليك قريب من الباحثه، وافتكر اني مش هعرف اعترض بياناتهم الا وانت جنبهم. ايوه طيب، فهمت. المره دي عايزك تزرع جهاز تتبع في الهليكوبتر. تمام، لازم احط جهاز التتبع على الهليكوبتر. فرقه اكتب الخطوط. يلا يا شباب، لازم اتحرك حالا. انا تمام، مش هخليهم يشوفوني. ترى بتعملوا ايه هنا يا شباب؟ افتكرت انكم هتزودوا بنزين من محطة اول بلترو. لو ما خدتش بالك الاشارة بتقول البنزين ميت، لكن لا، شكلكم كده مش حاسين بالمشكلة، مش كده؟ اخبارك ايه؟
ده مش دوري في قائمة الأعمال. دايما في شغل. براين انت هنا؟ مش قادر اتكلم دلوقتي، هبقى معاك
أوبراين؟ مش ممكن، أنا زهقت من إني المساعد بتاعك يا أوبراين.
طمني يا صديقي. ديك انا ما اعرفش بس محتاج مساعدة. اتفضل اقعد. حاضر. مش هيقدر يقابل زوار دلوقتي بس انا محتاجة مساعدته فعلا. تمام اشوفك بعدين بقى. هستنى هنا صح؟ دكتور هل هعرف اعزف تاني بيانو ولا كده خلاص؟ ظريف جدا يا ويليام، يلا عد. ماشي بعزف حاجات بسيطة. لا بجد بعزف زيها. زي ما انت شايفة هو هيكون كويس، اختفت الحمى خلاص. حلو فل تمام، انا لازم امشي واصلح حاجات. زي ما قلتلك ويليام مدين بحياته ليك. بوزر مش مديون لي، انا اللي مديون له. انا انقذت اتنين تانيين، ادي ومية كانوا هيموتوا من غير المضادات الحيوية. انت كان لازم تعرف. شكله أحسن. جاي تشتري حاجة؟ باز. طيب الطلب عندي، هحميك انا هنا لو محتاجني. تعال في اي وقت. انا هطرده. طيب ديك نحول. تمام تمام نبص في المكان شويه. ماشي خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. رجعت للطريق. هو قرف لقيته اهو. تعال هنا يا لينش. لا مش هتقدر تهرب. روح في داهية يا سنت جون. اخبار يا لينشمان؟ ايه هو المعسكر مش بياكلك كويس؟ يا حقير فكرت هتقتل الراجلين وتهرب بحاجتنا؟ ها؟ طبعا عادي لو شويه ماتوا من الجوع لانك اخدت كل اللي انت محتاجه صح؟
ابعد عني بقى يا حقير. استنى لحظة، ريكي هتبعت رجالة قول لهم خبيت البذور فين، ممكن هيضربوا عليك نار، بس أحسن ما يعذبوك بالبطيء. إيه رأيك في ده؟ أنا ما أعرفش أنت بتتكلم عن إيه. أحتك ريكي هنا. بس هبعت لك الموقع، بعتي لي حد عشان ياخد. هو مع البذور على الموتوسيكل. ما تسيبنيش هنا. لا ما شفتهمش. النسوخ هيموتوني. ماشي هنجيبه هنا لوست ليك. حول اشوفك لينش.